تدريبات النصر الأخيرة حضرناها كالمعتاد، نتابعها في هذا التقرير. أنت عارف بعد هزيمتنا من مباراة الهلال، يعني الوضع النفسي يبغى له، يعني المباراة هذه مهمة يعني بالنسبة لنا احنا كنفسيا يعني قبل أي شيء، وبرضه يعني مباراة الدوري 3 نقاط يعني نحسن مستوانا في الدوري بإذن الله. والله استعداد كأي مباراة، يعني لازم ندخل يعني نادي النصر خارج من خسارة قاسية مع الهلال. إن شاء الله الشباب شادين حيلهم، وإن شاء الله نقدم مستوى إن شاء الله يرضي الجمهور ويرضي أولا الفريق إن شاء الله. أذهب لك سامي القرشي. النصر يلعب مع هجر، المدرب يقول علة الفريق في القلب. كيف يعني تقرأ واقع النصر؟ يعني هو أقل من الاتحاد ولا بنفس المستوى في عدم الاستقرار؟ هم تقريبا يدخلون في نفس الدوامة وإن كانت الأسباب مختلفة من النصر، من النصر للاتحاد. نعم. مشكلة النصر أنا أعتقد أنه في هذه الأيام بدأت تتجه أنها تكون مشكلة فنية بحتة فقط. النصراويين في فترة سابقة كانوا يطالبون بعملية تغيير للأجهزة الإدارية وبعض الأسماء، وفي النهاية وصلوا لتحقيق مرادهم خصوصا على المستوى الجماهيري والإعلامي، وتغيرت بعض الأسماء اللي موجودة في الجهاز الإداري واستمرت نتائج الفريق وعلله كما هي. أنا أعتقد الآن أن النصراويين بدأوا يضعون يديهم على الجرح اللي هو عملية الاستقرار في الجهاز الفني. نعم. انهم انا سمعت انه ماتورانا حيستمر معاهم لمده سنتين. نعم. وانا اعتقد انه من هنا بالفعل وضع النصراويين يدهم على الطريق السليم في حكايه الاستقرار الفني. المدرب قبل شويه كان يضرب مثل، ومثل الحقيقه ممتاز جدا، يصب في خانه عدم الاستعجال واخذ القرارات اثناء الغضب. نعم. اللي هو على خلفيه مباراه الهلال. نعم. وقال المدرب انه لمجرد انك تروح البيت وتاخذ شاور، انت قبل الشاور ان يعني انت تقرر انك تغير 11 لاعب من سوءهم، وبعدها بيوم تقرر لا تقول لا 7، وبعدها تقول لا انا اسوي تغييرات اللي تنفعني داخل الفريق. فعلا وسط النصر يعاني حقيقه، يحتاج النصر امانه لصناعه لعب، يحتاج لعمل اكثر. نعم. في منطقه المحاور الاصابات امانه يمكن هي اللي لعبت في نادي النصر كثيرا، خصوصا على المستوى الهجومي العام الماضي، والسنة هذه انتقلت الإصابات في منطقة الوسط. طيب. لكن في كل الأحوال أنا أتحدث في العموم أنه لمجرد أن النصراويين أخذوا قرار أنه ماتورانا حيبقى لمدة سنتين، أنا أعتقد أنهم بدأوا يضعون رجولهم في الطريق الصحيح. صالح. والله المدرب جميل ابتسامة عادل. ابتسامتك أنت لو ابتسامت عليها يعني واضح أنك لا طبعا المدرب قال المشكلة في القلب، أنا أتفق معه وفي العقل أيضا، على اعتبار انه في كثير من القرارات اللي تمت النصر ما يحتاجها. مشكله النصر عقل المدرب تقصد ولا عقل الاداره؟ عقل اداري. على اعتبار في بعض القرارات يعني تستغربها وفيها التوقيت تحديدا. الكل يعني حتى لغير النصراويين يعني يؤكدون انه النصر يحتاج صانع العاب. هالكلام من 3 أو من 4 سنوات. ورغم ذلك في كل فتره تسجيل سواء صيفيه او شتويه يتم تجاهل مثل هالمطالبات الجماهيريه. النصر لديه اسماء شابه جيده. اكثر امر طيب يعني شلون الحين تو تقول لصالح المفترض ان سام ما يخضع للمطالبات الجماهيريه، والان تقول لا حتى الغير النصراويه، بمعنى النصر العله الفنيه واضحه في عدم وجود صناع لعب. هذا امر يتفق عليه الجميع بما فيهم الغير متابعين لشان النصراوي، فما بالك بمن يشاهد انه في اسماء شابه جيده ورغم ذلك لا يتم مزج بها. الفريق الاولمبي في النصر اوكي. نعم. حقق على مدى يمكن بطولتين على مستوى الشباب. فريق اولمبي يضم اسماء جدا مميزه، لكن يفتقد الفريق النصراوي او مسيرون نادي ان صح التعبير الجراه في الدفع بالاسماء الشابه. طيب. وهذا واضح بدليل انه يعني الفريق الحالي لا يضم الا شايع شراحيلي، واعتقد ان النصر عنده اكثر من 4 أو 5 لاعبين شبان كويسي. ان الاوان انه يتم الزج بهم مثل هالمواجهه امام. طيب. هجر النصر وهجر سهله، لازم النصر يعني ان اراد يعني اسعاد جماهيره وتقديم صوره مغايره لا يفوز، ان يفترس هجر صح التعبير يعني جاهز هو الافتراس.
والله إن أرادوا إسعاد جماهيرهم ويعني إظهار صورة مغايرة عن المستوى السابقة قد تكون البداية من هجر وبشكل مختلف. طيب سامي بشكل سريع بس عن هجر عشان نعطي حقه أيضا، هو في المركز التاسع يعني بعد النصر بمركزين، النصر في المركز السابع يعني، ويبدو أنه أيضا بالرغم أنه ضيف جديد لأنه يقدم يعني نفسه بشكل جيد. صحيح يمكن هجر نتائج متباينة، ولكن أمانة يعني دائما يعني باقي في المنطقة الدافئة بعيد عن الصراعات، ولو أنه إلى الآن ما ضمن أي شيء وممكن أن يكون قريب من منطقة الصراعات، لكن في كل الأحوال عطفا على المتاح لنادي هجر أمانة فما يقدم فريق هجر الحقيقة شيء يشكر عليه هذا الفريق. طيب. عموما أندة الأحسة في العموم يعني فتح وهجر أمانة يقدمون يعني ما هو يعني أكثر من أنه يعني من المطلوب منهم. طيب وصلتني بعض التفاصيل عن صالح الصقري بس بشكل سريع أقولها، حسب ما طبعا مصدر مطلع يؤكد بأنه صالح الصقري تنازل عن 365,000 وبقي له 1,000,000 لدى الاتحاد، استلم 500,000 منها وبعد 3 شهور يستلم 500,000 حسب الاتفاق اللي دار بينه وبين النادي، هذا يعني مصدر أكيد. المصدر نفسه يؤكد بأن صالح الصقري سوف يوقع عقدا احترافيا غدا مع نادي الاتفاق السعودي، غدا صالح الصقري لاعب اتفاقي لعام واحد. أنا أعتقد أنه أمر جيد، بس ما تعودنا الاتفاق انه يعني يعقد هالصفقات. لا تجربه سابقه مع فهد المفرج وابلى بلاء حسن يعني على مدى موسمين يمكن يكون الفتره هذه هو بدايه قاعد يعتمد على الشباب. هو اكثر فريق الان سعودي لديه 6 لاعبين اندر 22 يعني اقل من 22 سنه. طيب نشغلك معنا مترجم بعدين. طيب بالنسبه للمناسبه مترجم النصر واضح انه قاعد يترجم حرفي يعني شاور وسبعة وستة. لا أنا على فكرة أنا يمكن أجمل وصف سمعته يعني كان يصف أداء الفريق الأهلاوي في قبل في المؤتمر الصحفي، فيقول أن الفريق الأهلاوي أداء غلس، فأعتقد المفردة هذه ما تستخدم في الترجمة. طيب